مطعم ميناء الصيد البحري اللي تم اغلاقه هذه دابا لمده دابا تقريبا 17 يوم هذا. ودابا كاين بعض المستجدات اللي لقيناها حنا من بعد التوقف ديالنا عن العمل فيما يخص ان الديكلاراسيون اللي كنا كنديكلارينا هذا السيد المشغل ديالنا اننا ما كناش كيعطينا 26 يوم ديالنا حقنا القانوني مما يخولنا ان نستفيد من هاد 6 اشهر ديال الدعم من لا سي ان اس اس. ولهذا ملي جينا نشوفو لقينا انه كان كي من بعد كورونا وهو كي محافظ على داك 16 يوم 14 يوم ديال الديكلاراسيون. ودابا الدراري المساكن كلهم توقفوا ما عندهم باش يديروا. ملي كنبغيو نهضروا معاه وكنبغيو نشوفوا معاه اتصلنا به واتصلنا بالمحامي ديالو قال لنا على انه راه حنا ولينا كنهددوه وما بغاتش يتلقى بينا. ودابا قال لك هو راه دخل المحكمه الاداريه على اساس انه غادي يعود. حنا ما شفنا منه حتى شي حاجه حتى شي مبادره طيبه ما شفناها منه الا غير كنشوفوا منه غير 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 الفرار. ولهذا كنطلبوا من السلطات المحليه وكنطلبوا من سيدنا الله يجازيه بخير والله يوقف معاه والله يشد ليه في صحيحته انه يشوف معنا في هذه القضيه هذا لان هذا السيد هذا كيطغاو بالمال ديالهم كيطغاو بالشيء ديالهم فر قال خدا الفلوس ومشى بحالته كما بغى. وحنا حنا موقفين بدون عمل بدون مصارف بدون والو. وكاين عندنا حنا دي زوبليغاسيون عندنا شي ارتباطات ماليه مع البنكه ومع مسائل كيفاش غادي نديرو واش غادي نمشيو حنا للحبس. وهو المحل دابا مسدود ايوا وما بغاش يبني. اذا هو السيد اللي حدانا اسريه بغى السيد قال لك على حسب اللي ما سمعنا على انهم راه بغاو يبنيو وحنا ما بغاش يبني. اذا عطينا غير حقنا حنا ما كنطالبوش بشي حاجه حنا عطينا 50% من حقنا حنا قادرين حنا 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 قابلين بها. حنا 71 خدام والصغير فينا اللي عنده النسبه لهذا هي 12 عام يس هو ادنى واحد واللي هذا راه كاين مول 35 مول 40 41 كلهم هذو الناس راه قريب يخرجوا للانتريز. حنا كنا خدامين عاديين حتى جا السلام عليكم السلام جانا الافراغ ما كناش عارفين حتى بالنسبه للنقاط ديال لاسينيس ما كناش عارفين بشحال كيديك راه بينا حتى يقول لا الدراري كيتخلصوا فلوس الدراري كيتخلصوا في لامو يعني حنا ما عارفينش ما خلقبوش حيت خدامين ما عارفين والو. ملي كنسولوه اش تيقول لنا هو وا صافي رجع الله خير راه حنا ربحنا حيت هو دابا ربحها في الابتدائيه قال صافي يعني صافي ولكن الوظيف سينوس عليه ملي سينوس فات ربحاته ياه. اذا ملي ربحاته شنو حكمه سيب الافراغ حنا ما عرفناش هذا الافراغ متى جا حتى جا مفاجئ لنا مفاجئ ما عرفناش ملي خرجنا الشارع لا ريال لا ريال لا والو طالبوا منه باش غير يجي باش يتفاهم معنا ما تيبغيش يجي انا كنجري انا كندير ومشى اخر هاد مشى للمحكمه الاداريه. حنا شنو العلاقه عندنا مع المحكمه الاداريه؟ حنا مستعدين باش غنديروا بزاف الحوايج غنديروهم ماشي الدعوه بزاف الحوايج غنديروهم وغادي ان شاء الله باذن الله نتوصلوا لهم. كنتمنوا من عند الله حنا غادي وكنتمنوا من عند الله بعد المسؤولين والناس اللي هذا وجلاله محمد السادس الله يجزيه بخير لما يتدخل في هذا الشيء يتدخلوا في هذا الشيء. هذا الشيء راه حنا مضرورين راه عائلات الناس راه ما عندهاش باش تسير ما عندهاش مصروف وسيدنا رمضان على الابواب دنا هاد الناس باش لا كونجي لا سيمانه لا والو لا خلاص لا والو باش حنا غنخدموا باش غنعيشوا باش